بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية النور راهي هنا متواجدة في جبانة ما تسمى الفار تيطست، على أساس أننا رايحين نخدموا مصلات للجبانة هذا نتاع الفار. بإذن الله إن شاء الله رايحين نقوموا بالأعمال تاعها من الشهر الجاي إن شاء الله مع المحسنين، ونتمنوا المحسنين يتقدموا لنا باش يعاونونا في هذا المشروع هذا ان شاء الله، باش نقوموا بهذه المبادره تاع المصلات هذه، على اساس ان المصلات هذه رانا نحتاجوها هنا في المقبره هذه. هو المخطط تاع وين جا راح تجي المصلات امام الجامع، وراه ب حوالي بواحد 30 متر في الجنب تاعو بالاحمر هذا. عندنا طريق رايحين نديروها في وسط داخل المقبره اللي هي تبدا من التحت، من هي من التحت وتجي فينا نص المقبره، باش نحيو الحمله هذه اللي راه جايه الودان هذو زوج اللي هنا دوك تصوروهم من بعد ان شاء الله، باش يشوفوهم الناس باللي راهم كاينه حمله شويه ديال شويه. رايحين نديروا طريق بالطوطوار والروكارات باش نحيو هذا وهذا المشاكل اللي راه كاينه. نتمنوا من المحسنين يتلفوا بهذا المشروع هذا اللي رايحين ان شاء الله نبداوه من بعد الشهر هذا ان شاء الله باذن الله. وهم حاجه ثانيه باش ما يضيف لكم، جدي محمد مسعود، جدي محمد المسعود ان شاء الله الحاج يكون هنا جار المقبره، يزيد يوضح لكم الصوره تاع تفضل. على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسمى راه عمل خيري، وحنا رانا من الناس محسنين، ما عندنا فيها لا ناقه ولا جمل، رانا خدموا لله في سبيل الله. قلنا نديروا مصلى هنا قدام المسجد، نهار تعود عندنا جنازه نصليو لهيه في العطيه، نهارات الغرق، نهارات السمش، نهارات نصليو برا. قلنا نديروا في هذه القرنيه هذه نديروا فيها مصلى على الجنائز، وننظموا الحاله شويه في المقبره هذه، راك تشوف فيها كيف راهي هامله. وهذا هو الشيء اللي نحاول نطلبوا من المحسنين، كما كان الناس المحسنين يجيو يعاونونا يلتفوا لينا، نكونوا هذه راهي حاجه قضيه نتاع الجميع، مش نتاعي انا ولا نتاع السيد عبد الرحمن ولا نتاعك انت، اذا راهي نتاع الجميع. تبقى الاجيال هذه راهي الاجيال هذه، احنا ماناش عارفين رواحنا لا نعيشوا الغدوه ولا ما نعيشوش، ولا هذا هو الحل نتاعنا احنا، هذا هو المقصود نتاعنا احنا، ما عندنا حتى مقصود اخر، هذا هو الشيء اللي رانا نحوسوا عليه. والسلام عليكم ورحمه الله، وربي يكون الخير ان شاء الله، وربي يوفقنا للخير وخلاص. اللهم امين. السلام. هذا ما كان كاين، واللي قادر يجي يعاون يعاون، واللي قادر بيديه باي حاجه يقدر يتفضل. احنا ما عندنا حتى لا مع هذا لا مع هذا، احنا رايحين نديروا هذا المصلى للامه كامله، لجميع اللي يجي، مش غير قال احنا ذكر عندي قال يسكن في طيطس، غدوه يجي واحد اخر ندفنوه هنا، يجي واحد اخر، يجي انسان، اي انسان قادر يعاوننا يعاوننا اللي اشتبك بكلمه. سبحان الله. واللي عنده اعتراض ولا حتى يجي نهضروا ونتفاهموا عليها، ورا ما فيها حتى مشكل. والله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اولا في البدايه بمناسبه المولد النبوي الشريف، أتقدم بأحر التهاني للشعب الجزائري والشعب والأمة الإسلامية جمعاء. احنا اليوم راه متواجدين هنا في مقبرة تاع تيطيس كجمعية النور. عندنا مشروع إن شاء الله راح نديروا مغطاة، مصلى مغطاة هنا في 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 المقبرة، وكاين بعض الأشغال والأعمال داخل المقبرة. ورانا ان شاء الله مع الجماعه اللي هنا يسكنوا هنا في الاخر، وان شاء الله نطلبوا من اهل الخير يتقدموا لينا ويعاونونا ويمدوا لنا كما نقولوا حنايا يد العون، كل واحد وش يقدر يمد ان شاء الله، ان شاء الله نجسدوا هذا المشروع. وهذا المشروع عباره عن مصلى
وان شاء الله خاطئة بعيدة على المسجد بعيدة ان شاء الله بعيدة ان شاء الله انا ان شاء الله في في في, في طور الدراسة ان شاء الله واللي عنده انشغال واللي عنده يعني فكرة اخر والله ذاك يتفضل ما حتى مشكل بالمقر تاع الجمعية راه مفتوح راه معروف لتحت وحنا درنا مخطط اولي كما كان يعطيكم الشيخ اليمين واللي عنده كشما فكره اخرى ولا ذيك يتفضل قبل ما ان شاء الله من بعض في الاعمال وهذه هي ان شاء الله وربي يكون في العون ان شاء الله العالمين ربنا هذا ما نقول ان شاء الله على هذا الطريق اللي راه يصور لنا فيها المصور هذه هي الطريق تجي من حد الشجره هذيك اللي راها طويله هذيك تجي من ثم الطريق لهنا على اساس على الويدان هذو اللي راهم هابطين باش نحبسوا عليهم الحمله اللي راهم كاينين واحد زوج كاينين ثلاث ويدان تخرج حتى لهنا لهذ البلاصه هذه الطريق وكاين هذا الواد هذا واحد وهذا زوج وهذاك ثلاثه وهذاك المنيه اربعه كاين اربع ويدان رايحين نقطعوهم بالطريق هكذا باش الطريق هذه رايحين نديروا فيها روكارات ان شاء الله صرف المياه وتخرج للطريق اللي راه طالعه من هي مع قدام الجيران هذوك اللي راه من هي ان شاء الله ونهبطوها للطريق لتحت مع القدرون ان شاء الله باش كاين الروكار ثم باش نلزقوها في الروكار هذاك نحيو الماء على القبور هذه وان شاء الله باذن الله ان شاء الله نتمنوا المحسنين يتلفوا لهذا المشروع هذا تاع الجبانه هذه باش نعيد المساعده واللي قادر كما كان يقول لكم قبيل سلعية شي قادر يساهم بالدراهم يتفضل من الجمعيه المقر تاعها امام البنك البدر في فوق الشرطه جمعيه النور الخيريه الولائيه ان شاء الله تلقونا ثم ونزيدو نشرحو لكم اللي ما قدرناش نشرحوه هنا في الميدان نشرحو لكم على اساس هذه هي المقبره هنا هذه الطريق تاع ولاد ابراهيم وهذه اللي هنا الطريق اللي راحين نديروها باش تقدر تنحي علينا الماء هذا وعندنا مشروع تاع نتاع الجبانه باش ما تبقاش فوضاوي وتبقى تدفن عاديه هنا رانا درنا المخطط تاع نبداو من هي من تحت هذا اللي هنا اللي راهم مدفونين وهذو اللي راحين نديروهم من المستقبل ان شاء الله بالطرق بالبيطون ان شاء الله ومستعدين حتى الاهالي باش يعاونوا والناس المحسنين احنا نطلبوا المحسنين ان شاء الله باش يجيو يعاونوا ثاني البلاصه هذه باش نحيوا عليها العزله هذه ونديروا هذه المصلات ان شاء الله هي اللي دير كلش عندنا الحيوانات يدخلوا مني على الشباك وهذيك ثاني قلنا لعود نبنيو الحي تاعها ان شاء الله باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله والحاج كش ما يزيد 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 هذا هو الشيء اللي هذا هو الشيء اللي فاهمكم الشيخ عبد الرحمن هنا ان شاء الله رانا في الطريق صحيح وإلا عدنا على خطايا خويا وكاينين الناس وشايفين لا ما فيها والو تفضلوا هذه تفضلوا يعطيونا رايهم كيف راح نديروا الطريق كيف راح نديروا ديك كيف راح نديروا المصلى انا جبدوا له اللي تحت الجامع خلاص ما تشوفوش المنظر تاعنا ارواح خويا لهنا واعطينا رايك ارواحوا لهنايا واعطينا رايك المنظر تاع الجمعيه يبقى كما راهي معارضين يتصلوا بالجمعيه عند الجمعيه وحنا نشوفوا كيفاش الراي تاعهم ونديروه ونعيطوا للجماعه يجيو وكاينه جهه وكيفاش رانا نوسيو ونحلوا ان شاء الله الاشكال ونعتوا لهم وين جهه الخطرة فيها تغير شويه ماشي كما درنا على الاول رانا تغيرنا شويه في الجمع وان شاء الله يجيو لينا ونهضروا معاهم هما يعني هما الهدف نتاعهم مره ما يحاولوش يديروها راح يحاولوا يديروها في نص الجبانه اللي هي شوف كي تندير ثم واش راح تدي من الجبانه هاي تدي منها النص الاكبر النص الاكبر يروح مثل من الجبهه ما يهميش لهنايا كيما اقترحنا لهنايا هي ديجا خاطيه الجامع خاطيه المقبره خاطيه كلش وجيب وقريب الجامع نعم قريب الجامع ها وقريب الجامع قريب الجامع كي تولي ديرها ثم خليها خليها يصلي برا خير كما قلنا وكما هذا ما معليش انا ندخل شويه انا خاطرش راني نشوف هذاك المنا حتى الطوموبيلات عندهم وين ديكاريو اي نعم هي عندهم كلش انا دايرين لهم باركه صاحبي انا دايرين لهم باركين تحت الحيط هذاك ثم نطرحوا له شويه رمل السلام عليكم رانا يا خويا ان شاء الله رانا في الطريق الصحيح غير اللي حبوا يعصبوا الحاله دبر روسهم هذه حاجه ما دوك هذه مش قضيه نتاع شخص قال راح يدير ديار وراح يبني وراح يسكن هي قضيه نتاع جميع نتاع اجيال صاعده اجيال جايه نتاع الديمه
يشتي عينا ولا نتاع واحد اخر. احنا لو كنا من نهار لو كنا ما تجوناش القبور هذو لهنايا ما دفنوش لهنايا كنا نديروها هنا كنا نديروها هنا تخني ضربنا عليها اليوم. الناس اللي هنا تجبنا ما عنديش حرس ما عنديش عساس تجي واحد واحد يدفن لك كيما يحب وين حب يدفن يدفن. اي ما كاينش نظام ما كاينش نظام. هاك تشوف هنا نص القبور نص القبور مش مستقبلين. هاك تشوف هذه القبور هذ القدم هذو كل والله واحد ما هو مستقبل مش مستقبلين. هذوك الجدد هذوك اللي راهم تحت كلهم اللي زعما زعما شويه هي اي شويه جبانه تنظم شويه لازم اي مش مستقبلين. انا خدمه كبيره هذه اي وش بيك يا خدمه كبيره اي بيك باش هكذا تمشي الطريقه اللي تاع اي مش الطريقه ما غير. بسم الله الرحمن الرحيم. رانا متواجدين دوك في المقبره تاع المراطه مسعوده على باش نسقدوا المقبره اللي راه متهمشة. ورانا هضرنا وقلنا باللي راه الكورونا هذه خلاتنا نتاخروا شويه في الاعمال ودوك رانا جبدنا الاعمال تاع المقبرات هذو ونبداو ان شاء الله مقبره مقبره ان شاء الله ونلحقوا حتى نلحقوا اليوم كامل. كنا نهضروا على المقبره تاع الفار على جال المصليات ان شاء الله وتنظيم القبور ونروح مع الماء تاع الحمله هذيك اللي راه جايه ثم ثلاث اربع ويدان. ودوك رانا نهضروا على المقبره تاع المرابطه مسعوده باش نكبروا الباب هذا اللي راه هنا كش ما كاين محسن يحب يجي يخدموا وحنا نركبوه. احنا نتمناو ان شاء الله باش يجيو. قد ايه المترات هاوس هكذاك؟ قد ايه المتراج؟ المترا من نزيدوا له حتى لهنا. ولا كان كشما محسن يحب يتقدم لنا ويجينا نعتولو ونعاونوه ونكونوا معاه ان شاء الله في الشغل راح نبداوه منا. من الحد هذه الحد كيما راه البيليه هذيك هذه البيليه نحيوها ونقدموا لهنا الحيط هذا باش يجينا الباب عريض رانا نشوفوا فيه شويه مسي. عندنا هذاك البافي هذاك اللي جبناه اللي هو هنايا هذا البافي هذا راح نديروه من قدام المصليات وندخلوا به حتى لهنا للطريق هذه للطريق هذه اللي رانا جبنا لها السلعه تاعها اللي هو الطوطوار واجد لهنا حوالي 200 متر او تفوت على اساس واش رانا خادمين ونروحوا بها حتى للداخل. وباش نزيدوا نخدموا الطرق ما بين القبور نتاع السيمه هذيك باش الناس كي تجي زياره ولا هذاك ما يكونش مبعثرين كيما راه هكذا. وعندنا السور ان شاء الله هذا راهو يقول واحد محسن ان شاء الله باش يتكفل به يبني يجبنا البريك تاعو. وإلا ما جابوش ان شاء الله رانا احنا صافي نحي الشباك. احنا نحيو الشباك هذاك نجيبو السور لكن نبداو نبنيو نحيو الشباك ونديرو السور ان شاء الله على الحيوانات وعلى اي حاجه. هذا من حتى لهنا. وعندنا هذا الشمبره هذه تاع الشمبره هذه تاع العتاد تاع السلعه تاع رايحين نقدموها لقدام. دوك نعطيكم كيفاش راح تجي تجي لقدام وتجي فيها مايضه وزوج فيسيات للمواطنين كي يجيو لهنا للمقبره ان شاء الله ما يلقاوش وين يروحوا. كاين يقدر يدخل المايضه يتوضا ويخرج يصلي نورمال. رايحين نقدموها لقدام ورايحين نديروا فوقها زوج سيترنات تاع ماء باش الماء يبقى يمشي لخطره هذو لهنا ما يقدروش يطلعوا لنا الماء للعيون. ما عندناش ما نقدروش نديروا باشير ما عندناش ما عندناش تريسيتي باش يكونوا الناس يكونوا على بالهم. والناس المحسنين اللي عنده حاجه والله يحب يقدر يتقدم يدير حاجه مع الجمعيه يتفضل للجمعيه اللي راهي متواجده دوك في الجبانات هذو اللي رايحين نهضروا عليهم. ودوك رايحين نعطيكم واحد الفوطوات بلا جيت بالنسبه لسيدي صالح رانا رحنا وشفنا مع الاعيان تاعو على الجبانه وكل ما يلزم سيدي صالح سبع رقود. وراها كانت معارضه من واحد مسؤول ومن المسؤول كاينين ثاني الفلاحين ثاني راه كاينه ثم ورانا نحاولوا باش نرضيو الجماعه كامل. وإذا كان ما قدرنا لهاش
ما عندنا ما قدرناش يعني باش نديروا حاجه يعني نشيروا صنا ولا نديروا جمعيه ماشي تروح تفرض روحها تفرض روحها على الناس هذو ولا احنا رايحين نشوفوا تاع سيدي صالح هذه بالعقليه ورانا شفنا مع المسؤولين تبقات راهي مازال ما بان لنا حتى حاجه في المشاوره كما المشاوره ما بان لنا حتى حاجه في المشاوره هذه راهي مازالت لحد الان باش على المربطه مسعوده السيدي صالح والسبعه رقود هذو راه مازالت ما توضحت لنا الصوره تاعهم نهار توضح الصوره تاعهم ثاني رانا نعلنوا عليها ان شاء الله واش رايحين نديروا لها. اما بالنسبه تاع عياض الفوق تاع مزيطه راهم جاوني الاهالي تاعها وقالوا لي باللي لازم فيها شويه خدمه احنا نقولوا لهم باللي رانا تدريجيا ونلحقوا لها ان شاء الله وراها في البرنامج مش راح نحبسوا على الجبانات المهمشه هذه حتى نخلصوهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. والجمعيه راهي متواصله واللي يحب يتصل بالجمعيه يتصل بالجمعيه العنوان تاعها رانا نزيدوا نعاودوه راهو فوق الشرطه في مقر الشرطه. يعني كيما نقولوا حنا في الشارع اول نوفمبر مقابل بنكا لا بدر كيما نقولوا حنا باللغه تاعنا الفلاحيه بنكا فلاحيه بنك فلاحيه وين جا كاين بخضره ثاني يبيع الحليب ثاني انا نشيعوا باش يعرفوه الناس ولا بشبوشك بشبوشك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. مرة أخرى يعني تنقلنا لمقبرة المربطة مسعودة باه يعني نوضحوا لكم الأشغال ثاني اللي رايحين نقوموا بها في في في, في المقبرة هذه. عندنا مثلا كما الباب كما وضح عميل يمين الباب راه صغير حوسوا نكبروه باه يعني يدخلوا المصلين يعني بالراحة يعني كبيرة وذيك. عندنا من الجهة هذه الشباك رايحين نحيوه رايحين نبنيوه بالجدار كامل بالبريك ولا بالطوبه. هنا عندنا في نص المقبره كما راكم تشاهدوا انا جبنا طروطوار هذيك راح نديروا طريق حتى الحيط بمترين ونص ولا 3 مترات فيبيها نسهلوا للمواطنين يعني يهزوا الجنازه ويتنقلوا يعني بسهوله. من هي راح ننظموا ان شاء الله راح نديروا ممرات الجهه اللي من هي باه تكون الحالات اللي منظمه وباه ما ناكلوش الارض بزاف. برا ثاني كيما وضحك مع عميل يمين جبنا البافيون باه يعني باه نخدموا الساحه اللي دايره بالمصلى وكل. على جل الغرق ان شاء الله وعلى جل الذكاء ننظموها مليح. الشمره هذه تاع اللي داير فيها الماتريال ويك رايحين نحيوها رايحين نساخروها شويه لورا راح نديروها مايضة وغرفة اللي يعني العتاد تاعنا ومن فوق راح نديرو باشاو الماء باه ان شاء الله يكون الماء ثاني متوفر يعني في كل وقت. البرنامج تاع الجمعية راه يعني ثري كبير بزاف يعني نطلبوا من الناس يعني ان شاء الله المحسنين يجيو يعطيونا يدلعوا خاطرش راه عندنا المقابر اكل على مستوى الولايه راه حتى تتقسم ان شاء الله الاشغال. احنا راه جمعيه خيريه ولائيه ورايحين ان شاء الله في البرنامج تاعنا راح نخدموا المقابر اكل المقبره تاع المربطه مسعوده المقبره تاع سيدي صالح اللي رانا يعني في اتصال بالمسؤولين وبال بال 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 كما نقول احنا وبالمحسنين اللي راهم ثم بلا ما يعني في هذه بين قوسين نشكر لافامي زرقوم ونشكر لافامي السيف ونشكر لافامي صالحي يعني اللي راهم مساكن يحاولوا بقدر المستطاع باه يمدونا يد العون باه نخدموا المقبره هذه باه ان شاء الله من فوق لعود تكون مقبره كما نقولوا احنا الراس الواد ولاد برام مقبره كبيره بزاف يعني راه مشكورين بزاف. من سيدي صالح عندنا المقبره تاع مزيطه ثاني نفس الشيء راه مهمشه وراها يعني نقدر نصنفها في كما نقولوا في نقطه من نقاط الظل هذه اللي تتكلم عليها مجلس الجمهوريه. وشكرا هذا ما نقول ان شاء الله يعني نطلب من المحسنين يجيو يقدموا للجمعيه يد العون خاطرش الجمعيه وحده ما تقدرش هذه المقابر هذه اللي راهم عدد كبير وعلى مستوى برج بعراريت وكل راهم يخصهم الاشغال ولا ان شاء الله يتقدموا ويمدوا يد العون ونخدموا المقابر هذه تاع وبهذه المناسبه ان شاء الله يعني مناسبه المولد النبوي الشريف نطلب من رب العالمين ان شاء الله يرفع لنا البلاء والوباء هذا
وربي يرحم موتانا ان شاء الله ويشفي مرضانا وشكرا. لا ما نقول يعطيك الصحه.